السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شباب عايزين نحل كده جملة الترجمة مع بعض. بنقول يجب أن تعمل المؤسسات التعليمية. لحد هنا كده وقف. بنقول لو الجملة باللغة العربية المنطق تبدأ بالفعل. أما عشان حولنا اللغة الإنجليزية فالمنطق أنها أبدأ بالاسم. طب من المفترض أنها هتعمل؟ هتقول المؤسسات. طب الأول كده كلمة مؤسسة كلمة اسمها institution معناها مؤسسة. يبقى هبدأ بكلمة institution بس ما تنساش ان هي موصوفة بان هي تعليمية. طب كلمة تعليمية كلمة اسمها education يعني تعليم educational تعليم. يبقى اقول لك هنا the educational institution يبقى المؤسسات التعليمية. وبعد كده ارجع للفعل. طب الفعل يعمل؟ لا ده قبلها يجب ان يبقى must او should. must بيجي بعدها الفعل في المصدر على قاعدة. طب يبقى must work. طب ترجم كده لحد هنا هتقول المؤسسات التعليمية يجب ان تعمل. طب ظبط بقى كده باللغة العربية هبدأ بالفعل يبقى على او يجب على المؤسسات التعليمية ان تعمل. طيب تعمل على ايه؟ على تعميق الفكر. يبقى work عشان لتعميقه ديت اما اقول لك هو على تعميق او لتعميق الفكر الديمقراطي لم التعليم اللي بقول عليها لكي. يبقى على تعميق الفكر يبقى تو ديب معناها عميق ديب معناها يعمق. بس ما تنساش ان الفكر موصوف برضه ان هو ديمقراطي ديموكراتيك معناها ديمقراطي ثوت. يبقى على تعميق الفكر الديمقراطي. في عندي فاصله يبقى في عندنا هنا كم وتعليم الاديان. طب الفعل الاول اصلا المعطوف عليه هنا انت بتقول لي تعمل على تعميق جت هنا فعل في المصدر طول المصدر يبقى تعميق وتعليم يبقى برضه الفعل في المصدر وتعليم ممكن اقول هنا and teach الاجيال القادمه. ما تنساش بقى الصفه الاول the قادم معناها coming او next كلمه coming او كلمه next او قادم. طبعا كلمه الاجيال اللي هي generations على فكره جينيريت معناها يولد او كلمه جينيريشن هنا معناها توليد او جيل طبعا هنا جمع جينيريشنز. على بقول لك تعليم الاجيال القادمه المشاركه الفعاله. ممكن اقول لك هنا صفه واسم او اقول لك ان اصلا عندي قاعده بتقول ان كلمه تيتش يجي بعدها تو المصدر او هاو تو المصدر. يعني ممكن اقول لك هنا تو زي الفعل في المصدر شير اهو او بارتسبيت او اقول لك برضه هاو ثم تو شير يعني هاو تو المصدر يبقى تو شير الفعاله. ممكن احول هنا ظرف وحال لان هنا بوصف الفعل. طب فعال معناه افكتيف بما انه بقى ظرف او حال يبقى افكتيفلي. وتنميه مهاراتهم اند برضه نفس الفكره فعل في المصدر امبروف لان كله هنا فعل زي بالعربي كده بالظبط بقول حرف العطف واو اللي قبله هنا فعل في المصدر يبقى اللي بعده فعل في المصدر. امبروف مهاراتهم ذير سكيلز بقول لك لمواجهه الازمات المستقبليه. المواجهه ديت كان المقصود بيها لكي يواجهوا يبقى تو فيس لمواجهه. بقول هنا لمواجهه الازمات المستقبليه المتوقعه يبقى تو فيس ذا كلمه بريدكت معناها يتوقع بريدكتد متوقع بريدكتد بعد كده الصفه الثانيه اللي هي المستقبليه فيوتشر فيوتشر. طبعا كلمه ازمات معناها كرايسس. على فكره كرايسس ديت معناها ازمات اما ازمه لو مفرد يبقى بالشكل ده كده كرايسس بالاي.